وين المرض؟ وين الو حجبا فيتا ايه وينك يا ابو؟ ساعة ونص ما صارت اذا مدري يعني يا حبيبي ما يمدلك شيء ما يمدلك شيء. اول ما تشتي راح عندك 35 مرتفع من الطفل 35 مرتفع يجون كم حاضر انا يجون لك من عندك سماش وصوبه شنو؟ وصوبه اللي صفط سمن لا تشتري سمن ولا صفط هذا لان هذا يبيع معفن وهذا ما بيصير شيء. الطوفه يجي خطارين بعد هذا يبيع معفن لا تشتري من عندك. من الطوفه الله يحفظها عندك يمين يسار لا يمين ولا يسار. الدش قدام بعد عندك مسجدين طوفه يجيك على طول طوفه ها كل بعد مكتوب بذكرك بشيء. اول ما الطوف الله يحفظها واحد قال ممنوع الطوف رجعنا بتحصل 18 سيارة هذا بس ما يبلش يلا عجل حبيبي انا هواي يلا يلا فين انا هذا النهر الدير وشي بيقول اذا انت بهالشكل هذا اللي على يروح امريكا يطلع من الله هذا هو اللي بخسر صار فيك ما يسوي ولا بيحس خلنا نضرب خلنا نضرب هاي الطريق راقي شوية وحاس هذا الطريق كل زمان لكن زيت نفعونا كالجهاز هذا يوم قلت عمان بلا راح يتبقى هل انت يوم ويشوف أفضل قبول يقول اذهب يمينا ثم اذهب يمينا بعد سبعة أمتار. هذا الذي يطلب هذا يطلب ما نزحفش في هذا الطريق غير نافذ يولد الريمة اذهب يمينا ثم يسارا هذه يمينا ثم يسار انعقب جنوب غرب انعقب قبل ان تنفذ لا ترجع من وراء خطوتين اخطا سوى لي سكسوي لا على الخطوتين نص نص الخطوة. هذه النتيجة. يا حالي والله حالي بدري طريق الله بدري في الدنيا عسكرية. لا يجوز هذا المكان كل شيء. أنا اللي بفيزا. إيه لا هذه الطريق بيني. ها وش الطريق بيني. حسبي الله عليك انظر ايش لي لك يا شيخ انا بغسل عجيب عجيب بنت الطريقه اللي ليك خل مروح على اليسار ايه يا ابو هذا شفنا بدر وشافوا عاد اي هم منهم ما ادري قلت لي شافوا كلهم سدد مال بناتي كأنك راح تجيب الفيلم هذا حبيبي والله الحمد لله على السلامة تأخرت والله والله يا أخي وش أقول لك؟ ما أخذ لي تليفون جديد يسمونه نوت 11 فقلت له ليش نوت 11 يا أمة؟ قلت له البيت ما هو أنا أبي أشوفك قلت له هنا يا زوجي يا ولد
لذلك شنو في العائد الله يسلم انت هذه تلحق سرنا بين أربعة بيبان النهر كيف الفريق كله الله يسلم مرتفع على العائد هذا ما يبي ذاكي بيشور غيره ويتعرف أنه من ذا يوصل في البيت قطعي الله يحفظك على أمو يبيش هذا المهم أنا وصلت أمو الحمد لله على السلامة إلا بقول لك الحين هذا فريق كنت نحن الوراء يتعلم معنا إن شاء الله الحمد لله على سلامة وعن شيء يوصل لك الحمد يوصل لك بين وبينه إحنا عندنا من ليه بجبن حقا عندنا من ليه وبعدها ما قال الله يسلم هذا الوالد من كل نجيبان عمرات جبن جنك لأن بشر المصنع تجيلة فريش عمرات واحدة وخبر من جبن وانت وش الشعر عندنا اللي جايبني انت؟ فهمت على الا بالله هذا مثل هاي البرفكه هاي البرطان اللي سالم بيته سالم سالم الحمد لله ما طفى راسي الا هذا وش هي خوبت وفوس شنو؟ لا 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 اسمح لي انا ما بفهمش بعد ما يقولوا على الدين وما يقولوا وي بعد وين؟ حتى بالحلال على بطل طيبين قول حتى لا لا ما عندك حتى بعد ما يقولون هذا يتبع أخبار الآخرين والتفاهمين شكل أخبار الآخرين على شنو الله يسلم سوى لنا بيبا خراب على السمع عليك إذا ما هذا العصر نورني قول لي عنه لا لا ما بد حتى ولا خلينا حتى لا 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 تعال يا حبيبي حتى ما فيها شيء واحد سوى لنا سوايد شغل كلها هذي وانت تعرف سوى اغلاط بعد ذلك يقول غير انت اللي لا يا حبيبي لا خلينا اختار الرجال ما بتحكى يا ابن الحلال الا بتحكى وش اقول لك واحد الجو وش اقول لك خرطي ملوص وشغل خرطي ملوص وشغل خرطي ومو ولدي نفسه مو ولدي ما انا قرر لي ناس اللي سبح ناس ما يمانع في الباب على زيدو زيدني من كم من يوم مسلك بيت واحد في طريق سمعت عقب ما خلص شغل المال واللي جاي من الماي هذا طيب انا اشوف كثير شو اللي فرحان اللي سبح الناس ما يمانع وهو ما حكى اوه اذا بحثي لو قايلي توصل الناس لو قايلي يستغى احسن من تقول لي ان هذه الفلوس عندي ايوه وش رايك؟ ايش تبي يا سوي؟ انا الله يسلم وقلت لك شيء لازم تقول لي عن هذا الشخص اول اول لان انا ما فتحت فيها بصراحه انت لا تحاكي انت رصدت الشغله هذه حضرتك وأنا أراضي الشغل العدل اللي يسرقون شوال الكبيرين ولي خويلي اللي بيعجوك عبارك نفس الله كان قلت لي من قبل لا يوصني من الذي يحن هو بعد قال لي لذلك والدي وقال لي لم تلك أن يسلم لي سيارة لا عبارك نفس الله أنت بس عقل الشغل وبرمج الشغل العدل مرتب خلاص بسم الله قلت لي ان هذا الواحد يوصل مهما حرم او حرم انا اهم شيء اليوم اروح اطلع من واتساب بعدين باقي حتى اكتب اسمي على الخلاويز لا صبح لا هذه ارجع الناس وما اقطعها الله ما ينفر او تبان مع باكر اروي عنه اكتب عن معناه اروي عنه متلوصا ما بدل حجه على بالمبيده صح ولا صح؟ بس انا اقول الحين لان بيني وبينك انسان اذا بيخبط لي الجو لا السلام عليكم وعليكم يا هلا وعليك هلا وعليك بس انا بس حتى ما بيت ابو عليك المهم حبيبي شوف المهم انا قلت لك ما في حتى طلع ورق النوبوس والتفتوا اليه وبرد خلاص التمارة صار وبعدها ويا الحسابات تزيد ويبيت ويجي اليوم لا ينفع لا ما بلا اليوم ما ينفع الا احنا نكشف الحوادث انت عارف وش تسوي؟ عليك انك تشوف شغل انشاء حي صلي يلا 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 انتظر شو بس جدتي ما بدي اليوم نسامح عجايز قاعدين يلا 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 كم زي كم زي
وش عندهم؟ لغوص وما ادري ويش؟ هذا طايحين بيبل ما ادري لا وشو فيني؟ لا 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 اكيد براوي يحش فيني؟ لا لا اكيد انا لان تضرب شوي يقول ذا نكست وورد اي ما بسكت خلنا يجيب راوي عجل عين يحش فيني ويقول عن الدوس هذا بعد اللي سمعته اخر شيء هذا هو صديقي وطاير فيه طيب ترى ايش عندك انت ملوص وما شنو ترسم منهم وين شوية واحد لسه حساس يا حبيبي قول كمان تصفيق لا تصفيق حدي بار بيتر ايه لا حدي لا يا حبيبي انتم يا ابن الحلال انتم يا ابن هذا ما موضوع ايه هو امس الله يسلمكم صالح واحد ايه صالحنا مش حتى ما نبغى اعطوه دينار اذا كان على دينار دينارين صحيحه اعطوني بيني وبين ما اعطونا دينارين تو امس عبد الرسول اعطونا دينارات بس خلاص يكفي لا تكون الدينار واول ما يجي من الوقت توقيت على طول لا يكفي وفوق هذا جايبين مع الفريق صالحوه ما ادري وين يهرمنا احنا عمر منهم لا لا ما عندك على العباس عندك بس عليه ما في العباس انا بلا غيره اصلا في شيء تروح غير العباس شو بعد العباس يعني يا ابو علي هاي هاي كيف يا هاي عليك عليك اي فاسد في جمعيه في وزاره لازم يوقفون واحنا بعد ما نوقف لمصلحه المنحه مصلحه المنحه لو تعطي اليوم انت اللي تهاوش وياه وتبدا تطلع حرات فيه. هذا مين قال لك انه متهاوش وياه؟ لان مو على اللي هو شيء بالعكس انا طيب وين لو شفخني ليل نهار قلبي طيب وسامح علشان مصلحه الملعب يا معلم معروف. ما بس كل شيء بس انت طالع طايح عليه. انت بتقول لك واحد خلك من هذا. خلك من هذا. انا يعني وبين قاعد الصبح مسوي رساله كتابيه هنا ما راح ومن شوي كتابه نصيه ما راح مش نصاير ما مش نصاير لا تضحك ليش يا حبيبي ايه ليش ضحك؟ ايه ليش ضحك؟ الله يسلمك يا ابونا نزلت تحديث واتساب جديد انا بيني وبين اي تحديث نزلت غسالات حدثت الليلات اللي ورا هاي اللي اشوفها احبها ايه لا طيب عليك انصت تضحك حلو وليش فهمني يا اخي وش اللي صاير؟ اجا ثلاث اطراف طراش جديده على الواتساب يسوون ليك فلوب ورقم هذه الحجم وما تقدر تنزل الواتساب خلاص ما حلو تحديث جديده؟ ايه تحديث ايه هذا؟ هذا من كارثة كبيرة نزلوا لنا الحين في كل نوع الواتساب متأكدين انت تحديث كيف؟ ايه تحديث جديد هذا الواتساب تحديث خطير يعني يا ابو علي انا الحين رسلت رسالة نصية ايه ولا راحت زين رسلت رسالة حجمية ولا راحت ايه يعني انا الحين باقي لي محاولة واحدة انت مستانس على وش؟ يعني الحين بيني وبينك صيد باقي لي اي علاقة محاولة واحدة خصوصا انت بعد فارق الصف طاير حشر الناس وبيدك الله يسامح صراحة يلا مع السلامة شكرا لك هذا ما اعرف فارق 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 فارق
وين الأخوة؟ وين الأخوة؟ حمد وين حبيبي؟ وش فيك اخوي متبدل لنا؟ عبد الله انا ما في هالي ومن هالي وما انا فاضي. تمام؟ زين لحظة اصلا وش فيك متبدل لنا؟ اكيد مشكلة تليفونه. ايه وش دراك التليفون؟ خوف انا اعرف كل شيء والناس باكر اليوم على التهديد. تعرف وش السالفة يعني؟ زمان ايش قاعد لك الحين؟ يعني ما تصير انت اللي بتحب لي المشكله. انزين يا عبد الله يا اخي في الدين واخي في الدنيا ليش ما تسوي لي الحين السابع الحين المسؤولية التحديد؟ لا 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 اول شيء تحول لي 10 دينار الحين الحين الحين. يا حبيبي 10 دينار انا امس مشغل 4 صلوات مسوي لنا حضرات واول امس انا مشغل لي 5 باكستانيه مخلصين لي حدايق دلاس عطيتهم 6 دينار عندكم 10 دينار حلوه. شنو حلوه؟ بس تعطيني بس دينار اصلا ترى بعد ما فكرت لكن ما دام انك ما يبغى ما بزيد. جبت الكومنت ازاي ما يبغى؟ جبت الكومنت 10 دينار وتسويه جبت الكومنت تجيبه؟ زين حاضر. يا حاضر. بس لا تجيبه. مشكور ما يقرا. خلاص؟ ها؟ خلاص انحلت المشكلة؟ لا هي ما انحلت يعني بس هات العشرة شهر بس. بس. حبيبي انت ليش ما تنزل هذه الخلطة انا ما اقدر لازم اتحكى لازم اقدر لوحدي من اي واحد يروح اشكر لازم تخلي اخوك ابو ما يقطع في ورطه طيب الحاله الحين؟ ابني الحاله ليش ما في النوم؟ عظيم يا حبيبي 10 دينار عجل ليش؟ عجل اسمعني بطل خياشيم واسمعني زين. قول أول شيء تنزل برنامج التلفون. إيه. وعقب ما تنزله دش وطنش في كتابة أو صوت لا تبغاه. وقول شيء كان الحكي غيبة ومو غيبة. لكن عاد هام. إي لا شنو؟ إذا طلع لك حمار لا يكون طاشن. هذا غيبة يا. إي غيبة. لكن إذا طلع لك حمار طاشن. ترى الموضوع حده ايزي وسهل بس تركب الموضوع يا اخو. زين يا عبد الله يا حبيبي انت ليش ما تعرف امور لا تبس وايد انت ليش ما تاخذ وتنزل مرات عشان اعرف الغيبه ولا لا 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 هذه ولا 10 ثانيه لا 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 يا عبد الله لا خليني اقول للوالد انك تمشي ثلاث ارباع المدرسه تكون صادقين والنص الثاني هاجم في النهايه والنص الثالث بيني وبينك في ناس راح يرسبون وفي ناس يحبون يرسبون اللي يحبون يرسبون يمشي يقول الله انا مجرم الله انا 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 راسب فلا خليني اقول للوالد ان انت واحد من الفئه خلى عن مشكلين انت واحد صالح ومزج بالتحديد حسن بس دليل ولا كله بلوش جوري واحد حسن ما عشان حصار أخطرك كلها لا إله إلا الله هذا بس كل هذا زعلاني فاهم بعد مرور اسبوع انا الحين اسبوع لا اقدر اتحكى لا اقدر
الا ما يمدينا اقول حار بعد اقول حرام. زين ممكن اقول حلال. اخوانك هذا اسمه التحديد. تحديد شديد ولا خراب؟ لا وشديد ينسال عليك التليفون يصير الظلام. ما ادري من ما نداري كل شيء على طول ما شاف الا الواتساب في درام داش في درام. انا يعني لما انا ما يصير ما يصير عمر كبير على اخر الحكي. بالله عليك جمع مبارك انا وش استفيد منه؟ وش استفيد من صبحيه مباركه؟ لازم اشوف لي حال، لازم اشوف لي حال. وش الحال؟ الباص قبل لا يتعشى بي تدري الحل وش؟ الحل سبيكر ما في غيره. ليش ما سويت هالحركه؟ لا في رغيف ولا شيء، كنا صيما ما في رغيف. هاي صورتك يا نعم. وش صار؟ وش صار؟ الا انقلب لي التليفون اسود والواتساب اكو بين الشدران خناين. في رسالة، في رسالة صوتية، خلي اشوف الرسالة الصوتية. وش تقول؟ عزيزي المشترك، لقد تم اغلاق حسابك بشكل دائم. ثمان، لأنك اكتشفت وجود نشاط معقول وهو ارسال رسائل مزعجة عن الاخرين في برنامج التواصل الاجتماعي. يا علي تدري ان هذا كله سويناه فيه مقلب لانك انت ترتاب واجد على الواتساب خصوصا. تدري يا علي وإيش معنات الغيبة؟ ذكر خرافات بما يكره، الالتقاص منه والذنب فيه، ومو شرط يعني الغيبة تكون عن طريق اللسان فقط، ممكن أن تكون عن طريق الكتابة أو صورة تعبيرية مثل السبيكر اللي أنت سويته وحطيته في الواتساب وكيف تعيب على الوالد. هلاش بعد الفوز وكل ما شنو من الجزء زين بالإضافة يا علي للعلم فالغيبة لا تغفر لك حتى يساعدك صاحبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.